ايه اللي هتقوله دي؟ انا ما فهمش حديثك دي. قسما بالله العظيم اما اتعدلت معايا وجيت لي دغري ما هيطلع عليك نهار جديد. اللعبه اللي بتلعبها دي ما تخيلش علي. لعبت ايه بس اللي بلعبها؟ انت ليه مش عايز تفهمني؟ ليه مش عايز تصدق اني قلت لك على كل اللي عارفه؟ يبقى طلبت نهايتك بنفسك وانا هحقق لك اللي نفسك فيه. على مهلك يا بدير، على مهلك. يو ما هيش طريقه تتحدث بيها مع واحد قريبنا غرض ينبهنا. اها ولا يا مصطفى ايه؟ ما شفتنيش قبل سابق ولا ايه؟ انا ايه ما فكرنيش؟ ها؟ ما تعرفش اللي انت جاي تنجده وتنبهه من الملعوبة اللي بيتدبر له ولا ايه؟ سيادة النايب عمي براو عليك. قول يا ولد اللي انت عايز تقوله كله، ما تخبيش حاجة، ها؟ كان غرضك ايه من كل اللي انت قلته؟ غرض اقول لك حافظ على نفسك وحرص عليها يوم الانتخابات. حرص؟ حرص من ايه؟ من اي حاجة، من اي حد. اي حد يتصرف معاك بطريقة تشك فيه، اي حد يقول لك كلام ممكن تشك فيه، اي حد، اي حد. اقعد يا ولدي، اقعد يا مصطفى، اقعد، اقعد، اقعد يا ولدي، اقعد. حاول لا تفتكر معايا بالهداوة، ها؟ الهداوة. تعرفت الحديد ده كيف؟ أنا في الأول ما كنتش عارف. بس دلوقتي لما عرفت إن واحد من عيلي. يبقى هو ده السبب أكيد. أي حد قابلني وقال لي على الأخبار دي. أيوه طبعًا ما تعرفش مين اللي بلغك، ها؟ وليه ما تكونش أنت اللي عايز تخلص من جنابه؟ وتحاول تلعب اللعبة الكبيرة دي. ده ليه عايز تلغمط صورتي؟ ليه بتتهمني باني ندل وخسيس؟ ليه؟ اذا كان يا اخي في بيني وبينك حاجه قول لي، انا ما عرفهاش. انا عملت كده يا ست النايب عشان عرفت انك كبير البلد وخيرك عليها كلها. قول لي يا ولدي انا اسمي ست النايب العرباوي. انا قصدي اسمي بالكامل، تعرفه؟ ازيك يا فاطمة؟ بخير يا اخوي. هو ايه اللي معاك ده؟ دول علب دواء جايبهم لواحد قريبنا عيان قوي. عيان كيف؟ قصدي عندي ايه؟ حالته صعبة لسه مش واضحة. كانوا صعبان عليك قوي. اصله غلبان ملوش حد، ظروفه مخربطة. ربنا يقدرك دايما على فعل الخير. طب إذا كان أمره يهمك ابقى اديله المصحف دي، خليه يقرأ فيها على قد ما يقدر. تسلم ايديكي. تعرفي دي أول مرة نتحدث مع بعض من وقت طويل. الحمد لله على سلامتك يا أختي.